حياكم الله متابعي الإخبارية السورية أينما كنتم. نودع عام 2017 كما استقبلناه بإنجازات جديدة يحققها رجال الجيش العربي السوري حماة الديار بفضل ثباتهم وتضحياتهم الجسام، كيف لا، وشعب عظيم لا يعرف إلا التضحية والفداء. نرحب بضيف هذه الحلقة القاضي عمار بلال المستشار بإدارة التشريع في وزارة العدل. حياك الله سيادة القاضي. صباح الخير. قبل أن ندخل في هذه البانوراما، هل يمكن أن نقول أن سنة 2017 كانت عام انتصارات أم أننا نبالغ بهذا القول؟ هلا بالتأكيد 2017 حققت الدولة السورية والشعب السوري انتصارات كبيرة جدا ولها رمزيات مهمة جدا، لكن كطبيعتنا نحن السوريين نأبى إلا الانتصار الكامل. ما زال هناك خطر الإرهاب يهدد الأرض السورية، ما تزال هناك بعض الأراضي تئن من وطأة الإرهاب، وبالتالي لا نستطيع إعلان الانتصار الكامل لحين إعادة تطهير الأرض السورية بكاملها. ممتاز. طيب، محطات عديدة شهدها العام 2017 على مختلف الأصعدة. إذا أحببنا أن نبدأ بحدث بارز جدا، من أين تبدأ سيادة القاضي؟ هلا أول شيء بدك تسمح لي قبل ما ندخل بالموضوع بدي أحكي، نحن اليوم الأحد والسنة سنة 2017 بدأت الأحد بيوم الأحد وتزامن مع وفاة مناضل سوري كبير. صحيح. المطران هيلاريون كابوتشي، مطران القدس في المنفى. فبدي اترحم اولا على روحه وارواح جميع شهداء سوريا، وادعو بالشفاء العاجل والكامل لجرحانا. قبل ما اقول كل عام وانتم بخير، وان شاء الله سنه تكون سنه 2018 ما زال سنه الانتصار باذن الله، وسنه بدء الراحه والرخاء للشعب السوري. فعمليا المحطات اللي فينا نحكي ايضا انه كمان ابتدات سنه 2017 بفيتو روسي صيني مشترك، لما كان في محاوله لتمرير مشروع قانون او تمرير مشروع يعاقب سوريا من قبل مجلس الامن، بالإضافة طبعاً لأيضاً فيتوين روسيين قبل ما تنتهي السنة. صح. واحد لمشروع أمريكي وآخر لمشروع ياباني وبنفس المنحة أيضاً. هذا كان طبعاً ثلاث مشاريع استطعنا أن ننتصر فيهم. في عنا كمان قضية مهمة جداً إذا سمحت لي أحكي فيها. فضل. وهو تأكيد نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد من لاهاي، بحكم اني انا ايضا عضو بلجنه نزع الاسلحه الكيماويه الوطنيه السوريه، يعني اعلن عن انه سوريا قامت ونفذت كل ما هو مطلوب منها من اجل اتفاقيه الانضمام لمنظمه نزع الاسلحه الكيماويه. صحيح، لقطع الطريق على اي امور تحضر لاحقا، لان سوريا فعلا قامت بكل شيء، وهي كعادتها يعني صادقه في كل ما تقوم به وصادقه في كل ما تصرح به. سوريا يعني لا تعتمد اي شكل من اشكال السياسه. لماذا المعسكر الاخر يعني لا نستطيع ان نسقط منه هذه الورقه سياده القاضي؟ هلا تمام، بطبيعه الشر انه اساليبه متلونه وفجه ومكررة وغير منطقية. للأسف يعني أنا بستخدم مصطلح بحسه أنه صار أقرب إلى الواقع، يعني نحن نعاني من عهر سياسي لا يخجل، ليس لديه ضوابط، ليس لديه قواعد، غير ملتزم حتى بقوانين الغاب، غير ملتزم حتى بقوانين الغاب، غير ملتزم. نعم. فبالتالي بتشوف انت دائما في صراع، واخلاقيتك يعني اخلاقيه مثلا الدوله السوريه، نحن دوله كوننا اصحاب تاريخ عريق، دائما ملزمين ان نتعامل بموجب هذا التاريخ، حاملين لهذا الموروث الذي يفرض علينا اخلاقيه معينه.
بالمقابل على مبدأ بتعرف يعني أنت كما يقول غاندي أني لن أقضي حياتي لاهثا أو راكضا وراء كلب لأنه عضني، ما فيك تتعامل بهذه القضية معهم، وهم لا يملون طالما المصلحة هي الغاية وطالما أن دائما لديهم ابتكارات وأساليب جديدة ولا وإعادة حتى لذات الأسلوب، ما عندهم مشكلة بكل حتى لو وقاحة. فشل تمام، يعني أنت لاحظ أنت مثلا أنه قدمت أمريكا مشروع مشان موضوع تجديد الآليات لموضوع التحقيق باستخدام الكيماوي تمام. صحيح بخان شيخون بعد بيومين أوعزوا إلى اليابان، بيومين استخدمت روسيا الفيتو صحيح. بيومين تماما يعني بتوقع انه بجوز ب 16/11 و18/11 كانت اليابان عم تقدم نفس المشروع لحتى انه اسقطوا نحن نريد تحقيق، مثلا الدولة السورية تريد تحقيق حقيقي واقعي غير منحاز حيادي يستوجب شروطه العلمية، هم لا يريدون التحقيق ولكن يريدون بالفعل. السيف الذي يمكن استخدامه. حتى روسيا عندما كانت تستخدم الفيتو في وجه هذين المشروعين كانت تدافع عن فكرتها، يعني نحن من يريد أن تكون هناك لجنة تحقيق وأن يذهب المحققين إلى الشعيرات وإلى خان شيخون، حتى أنه صرحوا هن يعني أنه بالأخير أنه هدول ما ممكن، هدول مرايدين يعني بعد الفيتو الثانية، هدول لا يريدون نهائيا إجراء أي تحقيق، وطبعا هن لا يريدون إجراء تحقيق، يعني كيف يريدون إجراء تحقيق عادل سيكشف بالمحصلة. هذه الفيتوهات الثلاثة إلى أي مدى ساهمت يعني بحماية الحق بتجرد أستاذ عمار؟ بالتأكيد ساهمت بشكل كبير، لا نستطيع أن اللعبة كانت إدخال سوريا أو تجييش المجتمع الدولي الحريص على التمسك بالقانون. يعني انت شفت امريكا بعد حربها على العراق عانت، يعني حقيقه عانت من مشكله انه هي خرجت عن الشرعيه الدوليه بالفعل، كان هناك الاف الجرائم تمام الموثقه تمام، والولايات المتحده تعلم سوريا ليست وحيده في العالم، صحيح ان الطاغوت الامريكي قوي، الطاغوت الامريكي قوي وامريكا تملك من الاوراق، ليس فقط القوه العسكريه، هناك الكثيرون من يعتقدون أن سبب التجبر الأمريكي هو فقط القوة العسكرية، لكن أنت بتعرف القوة الاقتصادية، القوة المصرفية، أمريكا تملك صحيح تقنيات تخوض معارك كثيرة وتنتصر تكنولوجية فيها تماما، هذا النوع من الاحتكار ليس الموضوع فقط احتكار القوة، فتستطيع أن تؤذي دول كثيرة ربما لو أن هناك شفافية حقيقية لكنت وجدت أنها تقف معنا بشكل صارخ وبشكل قوي جدا. لذلك الخلل القانوني يضعف الموقف الأمريكي، عدم إعطاء الولايات المتحدة وفريقها وصبيانها وأزلامها أي مبرر قانوني دولي أمر جيد جدا. صحيح، هذا ما يؤكد ضرورة العمل الحثيث بهذا تمام. الاتجاه من جانب المحور السوري والحلف السوري تمام الروسي. لأن أعتقد أن روسيا استفادت جدا من درس ليبيا لأنه كان واضحا صحيح. هذا التلاعب، ورغم أن يعني هم يعلمون وقتها أمريكا ربحت المعركة القانونية على الصعيد الدولي بالضبط على حتى لو بالضبط لا تنسى أيضا بالمباطلة أو أنها أخذت حتى ليس فقط دوليا حتى أخذت غطاء عربي من صحيح من الجامعة العربية بالضبط، يعني هنا كانت كارثة بالضبط كارثة من طيب الناحية القانونية طيب كارثة. المحطة التالية الأبرز حتى نمر بسرعة على مجمل العناوين، أين تراها بعد الفيتوهات طبعا أو بدرجة أقل أهمية من الفيتوهات الثلاثة؟ لا نحن ما رح نعمل تفاضل، سأقول عنا أيضا تحرير دير الزور كانت محطة مهمة جدا بال 2017 آلاف الكيلومترات بالضبط، وإعلان يعني صريح لانتهاء هذا الوباء السرطاني، يعني نحن في طور النقاهة منه إن شاء الله. هناك أعتقد بضع أفراد نستطيع أن نتكلم لأن لكن كمراكز قوى انتهى داعش ب 2017 بالضبط مع يعني أواخر 2017 الأصدقاء الروس اعتبروا أن 98% من الأرض التي كانت تسيطر عليها تحررت من الدواعش تحررت من الدواعش، فنحن إذن أمام حالة
شفائية قوية جدا، تزامن أيضا مع إعلان حيدر العبادي القضاء على داعش بالكامل من العراق. طيب سيادة القاضي، بما أنك تتحدث عن داعش، انتهت بالأمس عملية إخراج جثامين شهداء مدنيين وعسكريين، وصلوا إلى 115 جثمان لشهيد فقط من مقبرة واحدة بمنطقة بريف الرقة اسمها دبسي عفنان، طبعا أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي عندما سيطر على تلك المناطق. السؤال، في مقابلة سابقة لك قلت مصطلح إرهاب أصبح قليل أمام بشاعة ما جرى من عدوان وإرهاب بحق الشعب السوري، ماذا يمكن القول هنا بداية؟ أولا أنا طبعا عندي تحفظ على تسمية الإرهاب ودائما بذكرها، وكنت أتمنى أن تلحظ هذه في التشريع الجديد للقانون السوري، لكن هي كلمة إعلامية استخدمت بجدارة من قبل مصنعي الإرهاب. الإرهاب في اللغة العربية مصطلح جيد وليس سيء، يرتبط بالإجلال والاحترام، ولذلك نقول عن رجل الدين راهب، وعن المرأة التي تعتمد أو راهبة. أما المصطلح الحقيقي لهذه الأفعال كما ورد في اللغة العربية هو الترويع، الترويع الذي صحيح. يفقدك يعني، لأنه الترويع الرهبة غير الترويع بالضبط. بعض يعني يصف شخص ما أنه له رهبة، له هيبة. الرهبة ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي أنك تفرض احترامك شيء. وجلالك وهيبتك. إذن هنا هذه اللعبة خطيرة جدا بالضبط. هو ترجمة لمصطلح التيروريزم، وحكينا فيه كثير هذا. الترجمة الحقيقية للتيروريزم هي الترويع، فبالتالي ما نراه نحن هو من أبشع الحالات التي تعرضت لها حضارة. يعني أنا سأستخدم هذه الكلمة، سوريا بتعرف تاريخ عريق، حضارة ممتدة. أحب أن أقول أن سوريا أساساً التاريخ لا يستطيع إحاطة حضارتها، لأنه بتعرف السوري هو من أبدع الحرف، يعني هو من أوجد الحرف ليكتب له. يعني أبلغ توصيف لعمق وتجذر الحضارة السورية ما تتفضل به. بالضبط. فلذلك هذه الحضارة، وعلى فكرة يعني عندما تقرأ لمفكري ومنظري المشروع، هذا المشروع الظلامي على سوريا، تجد أنهم يدركون هذه الحقيقة واشتغلوا عليها. نعم. لذلك رأيت هذا الهجوم ليس فقط على الإنسان، يعني ما تعرض له الإنسان السوري في حقد بين الحضارة واللا حضارة، بين الحضارة والهمجية والبربرية، في حقد حقيقي بالفعل. حتى يعني مثلا المجتمع الأمريكي اللي هو يقود رأس هذه الهجمة على سوريا، لماذا تجد هذا الحقد على الحضارة السورية؟ بذكر أنا عندما تهجم في إحدى المرات جورج بوش الابن على سوريا، صدر بالنيوزويك الأمريكي مقال أول شيء عن التآخي الموجود في سوريا، عن المحبة الموجودة في سوريا، طبعا ليس عن تعايش الأديان، لأنه كلمة التعايش أحيانا كلمة مرفوضة، ولكن عن جمالية التلون الديني في سوريا. عرفت كيف؟ وطالبت الإدارة الأمريكية قبل أن تتكلم عن سوريا وحضارة سوريا أن تذهب إلى دير صيدنايا لترى عدد الزوار المسلمين في هذا الدير. هي المحج الثاني بعد القدس يعني صيدنايا. فبالمقابل الولايات المتحدة كيف نشأت؟ هذه الدولة كيف نشأت؟ بدأت بعملية نفي للمجرمين الأوروبيين، ابتدأ للأرض الجديدة، صحيح، كان في العالم الجديد بالفعل. فهم بالأساس قسم كبير منهم هون أحفاد مجرمين. أحفاد مجرمين. عرفت كيف؟ هذا ما يفسر أدائهم في المنطقة لدينا وفي كل أنحاء العالم حقيقة. بالإضافة لهيك حتى كرسوا وجودهم على هذه الأرض، قاموا بمجازر أيضا بشعة، مجازر إبادة بحق يعني السكان الأصليين. بالضبط. الولايات المتحدة هي أول من قامت بمجازر إبادة، وكاد الهنود أن ينقرضوا من أرضهم. صح. ولذلك إذا سمحت لي أيضا من باب هيك الاتساق أو الانسجام أحيانا أو المسلمين، دونالد ترامب هذا الاسم اللي ظهر أيضا بال 2017، لأنه هو تعرف كان القسم بالولاية تبعه بال 2017. كلمة دونالد صفوان
أول شيء هي كلمة يقال أنه أصلها سلتيكي، يعني من هي اللغة قبائل الأوروبية. السلتية أيوة بشمال أوروبا. تماما، بتعني هذا الشخص، بيعني الدارك سترينجر، الغريب القاتم المظلم. صحيح شعره أشقر وكذا، نعم. بس الكلمة الثانية دارك سترينجر. حتى بالمصطلح الإنجليزي القديم أيضا بتعني الورد مايتي، أي أنه الجبار العالمي. تمام. وكلمة ترامب كنيته البوق، لذلك بتشوف تصريحاته دائما، يعني يبدو لكل امرئ فعلا من اسمه نصيب. فقاعات دائما تجلب المشاكل عليه في نهاية الأمر. تمام. تصريحات، وأيضا تعني المقامرة بالورقة الرابحة. فلذلك بتشوفه شخص فعلا مقامر. لماذا تحاول أن تفكك كل هذه لأنه الشخصية؟ بدنا نفهم أيضا أنه حدث أمر أيضا مهم جدا بال 2017، اللي هو إعلان لأول مرة، يعني رغم كل ما تكلمنا فيه عن السياسة الأمريكية، لكن لم يجرؤ رئيس أمريكي سابق على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. ترامب فعلها. فالآن أنا قبل ما نطلع كنا عم نحكي أنا وياك أنه عام 2017 عام تكشف الحقائق. بالفعل أحببت أنت هذا التوصيف. بالضبط. أنا فعلا، لأنه فعلا ظهر كل شيء جلي. أنت رأيت الظهور العربي بحقيقته، شفنا الدول العربية كيف أظهرت لواعجها وغرائزها باتجاه الصهاينة والأمريكيين. بالضبط. إضافة لهيك تظهرت البشاعة عند بني سعود بكاملة بهذه السنة. رأينا التقارب مع إسرائيل، رأينا أيضا حتى النزاعات البينية، يعني كيف اختلف المجرمون فيما لم بينهم. لم ترحم هذه الأسرة بعضها البعض، يعني كانوا عنيفين حتى مع ولم يرحموا حلفائهم. رأينا الصراع القطري السعودي. بالفعل كل هذا حصل بال 2017. بالضبط. ففي ظهور، في تجلي لا 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 للحقيقة بشكل كتير حلو. طيب ظهرت الحقائق في 2017، لكن لم يجري أي شكل من أشكال المحاسبة، إذا صح التعبير. أين الجنايات الدولية؟ أين العدل الدولية؟ أين كل الجرائم بحق الشعوب العربية، خاصة اليمن؟ يعني كانت مثال واضح أمام الكل. يعني أنت حتى عندما تقرأ بال 2017 فيما يتعلق باليمن ومقاربة الأمم المتحدة ومحاولتا، يعني أمام كم وسيل الدماء الذي بلغ زباه كما يقولون. نعم. حاولت أن تقول أن أفعال السعودية تقارب جرائم ضد الإنسانية، يعني عبارة عن هو أصوات ضعيفة غير مجدية ما تزال حتى الآن. لكن للحقيقة من ضمن اللعب على المصطلحات أيضا هذه الحركة كانت المفروض مباشرة، يعني ما فعلا ما يحصل باليمن. أنت خلال فترة وجيزة 1500 طفل يمني بتشوف أنت هم عبارة عن أشلاء وعبارة عن بقايا، يعني من يقبل؟ يعني بشكل طبيعي يجب أن يكون محمد بن سلمان مجرم حرب. هو مجرم بالعرف الدولي. بالضبط، هو مجرم حرب. لكن ليس لكن ما يزال رأس المال. نحن بتعرف بالقانون نقول القانون كبيت العنكبوت، تقع فيه الطيور الصغيرة أو الحشرات الصغيرة وتخرقه الطيور الجارحة. هؤلاء مع الأسف. بالضبط. القانون الدولي نفس القصة، يعني هؤلاء هم خارج القانون. يعني دائما تجد أنت حتى المشروع أو الغرب بشكل عام، هذا الجبروت دائما متفلت من القانون. متى رأيت أنت حتى عندما لجأت مصر مثلا لمشروع قرار من مجلس الأمن يوقف ترامب عن الإعلان، يعني كان ما بعرف أنا هل هي كانت حركة إعلامية، مجرد حركة إعلامية، لأنه هي تملك الفيتو. فكيف صحيح. تمام. فبالتالي فعلا هي أقرب إلى التضليل. تضليل ما يحصل هو تضليل. لا يمكن أن تأخذ حقوقك إلا بالقوة. بما أنك تحدثت عن مصر، أيضا وجدت محطة هامة حضرتك خلال 2017 في القضاء المصري. تمام. القضاء المصري، لماذا ترى أن هناك شيء مهم حصل بالنسبة للقضاء المصري؟ أول شيء، استطاع القضاء المصري أن يثبت وطنية عالية وقوة عالية حينما ثبت في بداية السنة بشهر
كانون الثاني، القرار بإبطال الاتفاقية التي تعطي السيادة للسعودية على جزيرة تيران والصنافير. هذا بحد ذاته أنه ما يقرأ حتى في على صعيد الموضوع الوطني والقومي، أن سيادة السعودية على هاتين الجزيرتين تعني بالمحصلة سيادة إسرائيلية. فلذلك نشعر أنها محطة مهمة جدا، ونتمنى أن يبقى القضاء المصري في هذا الصمود وهذه القوة وهذه الوطنية. طيب أيضا بالنسبة للعناوين أيضا الرئيسية، هناك توسع تركي، حديث عن ذهاب إلى السودان بقاعدة عسكرية، أيضا في قطر موجودة تركيا، ولن ننسى طبعا الاعتداء التركي على الأراضي السورية والعدوان الأمريكي أيضا بوجود غير شرعي على الأراضي السورية. كيف يمكن أن تعالج كل هذه النشاطات العدوانية الخارجية في 2018؟ هلأ بما أنك ذكرت التوسع التركي مثلا في السودان، كما قلنا هو أيضا عام تكشف الحقائق. السعوديون الآن يتكلمون عن السودان الذي دعمهم بالعنصر البشري لقتل اليمنيين، لقتل اليمن باستذكار بيت شعر المتنبي لا تشتري العبد إلا والعصا معه. فالآن السعودية تهاجم السودان من هذا المنطلق. الأتراك أيضا يظهرون مشروعهم الحقيقي. الأتراك يريدون إعادة السيطرة على العالم العربي بعد 400 سنة من الاحتلال البشع. يريدون إحياء هذا الظلام مرة أخرى من خلال هذا التوسع. فيما يتعلق بالتوسع التركي، التوغل التركي أو الاحتلال التركي على الأراضي السورية، الاحتلال لا يقابل إلا بالمقاومة، الاحتلال لا يرد إلا من خلال السلاح. يعني المرحلة المقبلة نحن لا نميز بين مشغل الإرهابي وبين الإرهابي، حتى في القانون يا صفوان، لا، ولربما نحن نقول أن المحرض، نحن في القانون عقوبة المحرض على الجرم في كثير من الأحيان هي أكبر من عقوبة الفاعل. يعني كل هذه الجرائم التي تعرض لها الشعب السوري والشعوب العربية ليست برسم فقط هؤلاء الإرهابيين الذين جاءوا وقتلوا وذبحوا وفجروا، هناك أيضا أطراف تتحمل المسؤولية ويجب أن تتحمل المسؤولية ولو بعد حين، أليس كذلك؟ أما أن أمريكا ستبقى فوق القانون الدولي إلى الأبد سيادة القاضي. أنا لا أعتقد أنها تبقى إلى الأبد. لم تبقى قوة غاشمة، لم تبقى قوة ظالمة وظلامية على مراحل التاريخ إلا ونالت المحاسبة. هذا الأمر يظهر أيضا فيما أنه تكلمنا على الانتصارات. ماذا تعني الانتصارات؟ تعني خسائر للآخر، هناك من يخسر. المشروع الأمريكي في حالة انحسار رغم كل محاولات. لذلك قلنا هناك لا ملل من التكرار إذا انتبهت، لكن ديدا هذا التاريخ أنه بطيء، يعني لا يقاس بحركتنا نحن. نعم. الأشخاص. نعم. ربما ترى خلال سنوات، حتى الذي اشتغل لمشروع التخريب في سوريا هو اشتغله على مدى سنوات، لم يكن قرارا نفذ بعد شهر شهرين. أنت تعلم والمشاهدون يعلمون أن عملية الترتيب لما جرى على الأرض السورية أخذ سنوات. صحيح. فبالتالي ما يحصل من صمود، أنت تعرف مثلا الشعب اليمني فرضا ما يزال صامد رغم هذه السنوات اللي رغم أيضا الفقر، رغم القلة التي يعيشها، رغم قلة السلاح، رغم هذا الاستكلاب الشديد من كل حدب وصوب، ولكنه صامد. نعم سيادة القاضي، مع الأسف يزمل يخبرني الزميل المخرج عن أن الوقت شارف على النهاية. عنوانين سريعين. أمام واقع يقول إن مؤسسات إعلامية ضخمة عالمية تقمع أي صوت للحقيقة. أتوقف مع قسطنطين كوزاتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قال إن الاتهامات التي توجهها واشنطن لسوريا جزء من حرب إعلامية هدفها تقويض مواقف الحكومة السورية في أي تسوية سياسية لاحقة. أنت تحت الهواء حذرت من أن أمور عديدة يمكن أن تكون محضرة لسوريا في السنة القادمة والسنوات اللاحقة أيضا. ما الذي يجب علينا أن نفعله للتخلص من هذا المرض الإرهابي على كافة المستويات؟ بما أنه كنا عم نحكي عن الانتصار، علينا أو كأول نقطة أن لا يصيبنا غرور الانتصار.
بحيث أننا ننسى أن هناك عدو متربص دائما سيعيد الكرة وسيفكر في أكثر من طريقة. هذا يقتضي أن نحافظ قدر الإمكان على ما أنجزناه، أن أيضا أن نحسن أنفسنا بذات الأخلاقية التي كنا عليها بمزيد من التحصين، التنبه لأي خلل. يعني المواطن السوري عندما كان، طبعا المواطن السوري أقصده في كافة مستوياته، كيف نتنبه لأي خلل؟ كيف ذلك؟ يعني أن لا يكون هناك أي تصرف بشكل عاطفي لمجرد العاطفة. علينا أن نكون واعين. نحن نخوض حرب قانونية. بالضبط، حرب قانونية. يجب أن تكون متعقلا، يجب أن تكون تتصرف. يعني أتكلم بشكل عام، وهذا ينطبق على كل شخص بمفصله يمكن أن يدرك. كل عنوان يحتاج حلقة أعتقد. بالضبط، لأنه أنت طبعا بدك تحكي يعني مثل ما بدي طالبك أنا بالحكمة والتعقل. صحيح. لكن بكلمة أخيرة ماذا يمكن القول؟ بكلمة أخيرة، علينا أن نعي تماما أن الإرهاب عندما يزرع هو عبارة عن جرثمة حقيقية لبيئة كاملة تحتاج إلى كثير من الرعاية وكثير من الاحتياط وكثير من الإدراك لعملية التطهير. التطهير لا يكون فقط في الدواء، أيضا التطهير حتى بالأدوات المستخدمة. هذا تقريب لما نستطيع أن نكون عليه. أنا كمسؤول، أنا كمواطن، أنا كإعلامي، كلنا يجب أن نكون مسؤولين. يعني يمكن أن ليست فقط مسؤولية الدولة، لا 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 يمكن مسؤولية عامة الدولة. نحن كل عنوان طرحته سيادة القاضي يحتاج إلى حلقة بحد ذاتها. يجب أن نتابع هذا الملف الهام في الأيام والأسابيع المقبلة. شكرا للقاضي عمار بلال المستشار في إدارة التشريع بوزارة العدل السورية على كل هذه الإيضاحات القيمة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا لك، وكل عام وأنتم بخير، والشعب السوري كله بألف خير. الشكر الأكبر لكم، وسنة جديدة مليئة بالانتصار والسلام لشعب سوريا العظيم، والسلام عليكم.